أنا تونسي لحما ودما، شعرت منذ نعومة أظافري بالانتماء إلى تونس، بحبها وبالاعتزاز بها. بالنسبة لي تونس ما هيش صخرة على البحر الأبيض المتوسط، هي تاريخ، هي حضارة، هي لغة، هي معتقدات، فكنت أشعر دائما بالانتماء إليها وأغار عليها. حليت عيني في نظام ما كانش يترك هامش للحرية في بلادنا، كان حزب واحد، حكم فردي، وكان يأخذ هو القرارات المصيرية في حقنا كتوانسة. وكنت شاب غيور، فانطلقت في العمل السياسي مع جيل الشباب متاع الستينات في الجامعة التونسية، ومنذ ذلك الوقت إلى اليوم 50 سنة بالتمام والكمال، لم يمر يوم معناها سمحت فيه لنفسي بالراحة. نضال مستمر من أجل أهداف كبرى، الحرية لكل التونسيين، كل التونسيين، ما يهمنيش اش يخمم، يهمني حقه باش يخمم بكل حرية ويساهم بكل بالوسائل السلمية في الحياة الوطنية التونسية. الغير على الوطن وعدم إحناء الرأس أمام قوى الغطرسة في العالم، والانتصار لكل القضايا العادلة في الشرق العربي وفي غيرها من مناطق العالم، في جنوب أفريقيا وغيرها. القضية الاجتماعية، النقابيون يعرفوني كمحامي، كمدير جريدة الموقف، كمسؤول على الحزب الديمقراطي التقدمي. القضية، قضايا النقابيين اللي تعرضوا للاضطهاد في السبعينات والثمانينات كانت قضيتي. صحيح. قضايا الشغالين، قضايا الشباب، قضية المرأة، قضية حقوق الإنسان، حياتي كلها كانت انخراط في المعارك اللي تمت في البلاد التونسية من أجل الحرية والتقدم. وأكبر يوم شعرت فيه بالسعادة يوم 14 جانفي، وقت اللي حسيت اللي لأول مرة بعد عمر طويل وليت مواطن حر في بلادي، ما عادش نلتجي للخارج أو ندخل للسجن باش نمارس مواطنتي. اعترف للتونسيين جميعا بأنهم مواطنين أحرار في بلادهم، هذه سعادة كبرى.